في حاجة تانية بصراحة حابة أتكلم فيها. كلنا بلا استثناء يعني تابعنا الموسم الأول لبرنامج كابيتانو مصر. البرنامج ده يا جماعة أو يعني بجد من أكتر البرامج المهمة، من أكتر البرامج المؤثرة، قد إيه حقق نجاح كبير جدا. خلاص بدأت التجهيزات لانطلاق الموسم الثاني، ودي حاجة تفرح جدا. بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية، ودي نقطة مهمة جدا. زمان كنا بنسمع إن في لاعب والله عنده موهبة بس مش عارف يقدمها إزاي، أو إن هو بيضطر يسافر بقى من أسوان ولا من سوهاج ولا من أي محافظة في الدنيا، بقى تعب عليه قوي ان هو، وتكلفة كمان عليه ان هو يسافر من بلده او من محافظته لحد مثلا ما يجي القاهرة علشان يدخل الاختبارات، ويعلم بقى وقتها الدنيا هتظبط معاه ولا لا. ارهاق كمان وتكلفة مادية كمان على الاهل. عشان كده بشوف ان كابيتانو مصر واحد من اقوى البرامج التسابقية اللي حصلت، لانه بيكتشف مواهب. انت بتستثمر في جيل، انت بتطلع جيل من كرة القدم موهوب بشكل كبير جدا. عشان كده يعني نتمنى كمان، النسخة اللي فاتت طبعا كانت قوية، ولكن اتوقع كمان ان النسخة دي تبقى اقوى واقوى واقوى. عايز اشوف معاكم دلوقتي تقرير عن بدء الموسم الثاني من كابيتانو مصر واسباب كمان نجاح الموسم الاول. ربنا وفقنا جميعا، وزارة الشباب والرياضة، شركة متحدة، كل العاملين هنا وهنا. نجاح المشروع ان هما الاثنين شركاء النجاح، ان كله متعاون عن انجاح هذا المشروع، خصوصا ان هو فخامة الرئيس جالنا 3 مرات في كابيتانو، فده زاد البرنامج اللي احنا قلبناه لمشروع، زاده نجاحا وبقى فيه اقبال كتير. يعني احنا في، انت بتقول 4000، لا انا بقول لك اللي موجود اكتر من 4000. حاجه مشرفه جدا، حاجه كبيره جدا جدا، ليا الشرف ان اكون في كابيتانو مصر طبعا، يعني حاجه كبيره جدا جدا. ناس كتير قوي بتتمنى انها تبقى موجوده، فالحمد لله الواحد يعني كان موجود في الموسم الثاني. اديك شايف التعب، احنا بنختار بجد، احنا هنا من الساعه 6 الصبح يعني موجودين في الملعب، عاملين نختار في الملاعب كلها، عاملين 4 ملاعب، فيعني ان شاء الله نعرف نختار على قد ما نقدر، وما حدش يسقط مننا، اللي فعلا فيه لعيبه كويسه. مش بس من خلال المنيا، احنا من خلال الصعيد. احنا قبل المنيا احنا رحنا سوهاج، عملنا اختبارات لاولاد سوهاج، وطبعا برضو مش سوهاج بس، يبقى كل البلاد اللي حوالين سوهاج والقرى والنجوع، ورحنا كمان اسوان. ودي المنيا هي 3 محافظه، ويعني نعتبر كده، وخدنا اسيوط العام الماضي، يعني غطينا كده الصعيد. فاحنا بنيجي لغايه عندهم عشان اي ولد النهارده عنده يعني مهاره ممكن ان احنا ننميها له او كده، كابيتانو بيقدم له وبنجي له لغايه عنده عشان خاطر نثقل المهاره بتاعته ديت لغايه ما نقدر ان احنا نسوقه سواء جوه مصر او بره مصر. مجهود كبير قوي من مجموعه قنوات اون الشركه المتحده. الحمد لله يعني احنا بدأنا النهاردة في المنيا، يعني بسم الله ما شاء الله الإقبال كثيف جدا من البداية. احنا المفروض اللي احنا بنبدأ 8، احنا جينا هنا 6:30، ما شاء الله لقينا الأعداد غفيرة جدا، فإن شاء الله احنا متوسمين خير جدا في محافظة المنيا اللي هي هتطلع مواهب كبيرة جدا. أتمنى النهاردة محافظة المنيا النهاردة تسهر بالمسهر المشرف، الحمد لله لغاية هذه اللحظة، وإن شاء الله نكتمل بالنظام والترتيب اللي موجود معانا من خلال مجموعات واي ال واي، من خلال مجموعات التدريب، من خلال مجموعات الشراف، من خلال وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال مدير الشباب والرياضة. أنا شايف الشغل طبعا النهاردة حاجة كويسة جدا، حاجة مشرفة، في نظام في الدخول، نظام في الخروج، نظام في اختبارات. الكابات الموجودين معانا النهاردة اللي موجودين من خلاله مشروع كابيتانو على اعلى مستوى موجودين معانا النهارده، التعامل حتى مع اولادنا الموجودين معاهم النهارده تعامل فروقي، تعامل فيه نوع من المحبه ونوع من الانتماء لبلدنا مصر ان شاء الله. هني بجد يعني برنامج مهم جدا، مشروع عظيم جدا، ان انت تكتشف المواهب. في مواهب كتيره جدا جدا جدا، صعب عليها قوي
انك انت ان هم يجوا زي ما بقول لكم او كده، ولكن البرنامج ده اختصر مسافات طويله جدا. بدايه في الاختبارات كانت من محافظات الصعيد، سوهاج واسوان وكمان المنيا. عايز اشوف برضو معاكم دلوقتي تقرير عن بدايه الاختبارات لاكتشاف المواهب، ولكن بعدها هنطلع لفاصل وبعدها نرجع ونكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا. هدف كله ان احنا نطلع موهوبين زي ما طلعنا 2008 سنة اللي فاتت او الموسم الاول. في الموسم الثاني سعينا ان احنا نبقى في مدن الصعيد، بحيث ان نجيب عدد اكبر من مناطق الصعيد، المنيا، سوهاج، اسوان، وربنا وفق ان احنا نقدر نوصل. انت شايف الكم قد ايه بره، فاحنا ربنا يسهلها معانا ان شاء الله، ونقدر نستخرج الموهوبين بشكل يكون ان شاء الله ان شاء الله في عدل. شيء جيد، الملعب شكله جميل، الولاد مبسوطين جدا، المدربين اللي موجودين معاه المجموعه كلهم نجوم مصر، لعيبه دوليين سواء اساس جامعه او لعيبه دوري ممتاز، كلهم على قدر المسؤوليه. بنتمنى ان شاء الله ان تبقى انواع جيده للاعبين جيدين يخدموا بلدهم سواء على منتخبات او انديه كبيره او يحترفوا بره. القطار بتاعنا كابتانو وصل للمحطه الثالثه النهارده في محافظه المنيا عروس الصعيد. الحمد لله اقبال زي ما حضرتك شايف، اقبال كبير جدا، ونجاح لفريق العمل الفني بقيادة دكتور محمود سعد والفريق العمل كامل والسادة المدربين من ابناء محافظة المنيا. الحمد لله خلال المحافظات اللي فاتت لقينا عدد من المواهب برضو، بس احنا بنعمل اختبارات اولية وبنصفي على مستوى المحافظة، بعد كده بنبدأ نصفي بشكل مركزي شوية عشان نجمع المواهب من كل المحافظات، بحيث ان احنا ننتقل المواهب المتميزة، لان احنا بنسلط الضوء يمكن السنة دي على مواليد 2009، يمكن السنة اللي فاتت كنا 2008، وبنبدأ نهتم بيهم في مراكز تدريب لدعم المنتخبات الناشئة.